تحية رياضية نبعثها لكم مشاهدينا الكرام، ها نحن نلتقيكم في حلقة رياضية جديدة من برنامج صدى الرياضة. اليوم مشاهدينا الكرام، ومن خلال فقرات البرنامج سنتوقف مع محطات منوعة من الأحداث الرياضية والأخبار المحلية والعالمية. سنكرس معظم الوقت مع المحور الرئيس عن الصفارة العراقية الكروية وحكامنا الذين يعانون الأمرين بين مطرقة إدارات الأندية وسندان جمهور الكرة، هذا من جهة، وأخرى هنالك أيضا أخطاء تحكيمية قاسية انعكست على نتيجة ومراكز الفرق الخاسرة. وهنا لابد أن نبحث عن الأسباب وعن دور لجنة الحكام في التعامل مع هكذا حالات. هذا المحور وقضايا أخرى متعلقة بالأمر سنطرحها على ضيفنا لهذا اليوم. صدى الرياضة بدأ، أهلا بكم معنا. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، والبداية مع المتابعات المحلية والعربية والعالمية نوجزها لكم قبل الخوض في محور حلقتنا لهذا اليوم. وفيها شدد مدرب فريق الناصرية الجديد الكابتن أحمد دحام على ضرورة العودة بالفريق إلى مصافي الدرجة الممتازة من خلال أداء اللاعبين وما يقدموه من مستوى في مسابقة دوري الدرجة الأولى. وقد أكد دحام أن فريق الناصرية من الأندية العريقة التي تمتلك تاريخا مشرفا بلعبة كرة القدم، والجميع يسعى للظهور بالصورة التي تتلائم مع إمكانية النادي، لا سيما وأن إدارة النادي تحرص جاهدة على تذليل كل الصعاب من أجل تأهل الفريق إلى مصافي الدوري الممتاز. ونبقى في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث وجهت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تحذيرا للأندية بضرورة الالتزام بجدول مباريات الدوري مهما كان عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في صفوفها. الرابطة أخطرت الأندية رسميا بهذا القرار، وذلك لإنهاء الموسم في الوقت المحدد، مضيفة أن كل طلبات الأندية بتأجيل المباريات سيتم رفضها إلا في حال توفر أقل من 14 لاعبا قادرا على المشاركة في المباريات. وبخلاف ذلك فسيكون على الأندية الاعتماد على لاعبي النادي من فريق الفئات العمرية تحت 21 عاما لخوض المباريات. وهذه انتقالة إلى ملاعب الكرة الصفراء، إذ من المقرر أن تقام بطولة رولان جاروس الفرنسية للتنس وفق قاعدة قوانين جديدة فرضتها جائحة فيروس كورونا بحضور عدد لا يتعدى عن 11500 مشاهد في اليوم. ونقل الموقع الرسمي للبطولة أن من شروط البطولة فرض إقامة جبرية على جميع اللاعبين في فندقين اثنين كحالة احترازية للمشاركين. كما قال مدير الدورة جيب فورجي أن جميع اللاعبين سيخضعون لفحص كورونا فور وصولهم، كما سيخضعون لفحص ثان ضمن 72 ساعة، وثالث بعد 5 أيام، ورابع أثناء البطولة. وهذا الإجراء مستمر في البطولة طالما ما زالوا يشاركون في منافساتها. يذكر أن بطولة رولان جاروس الفرنسية هي إحدى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب. مشاهدينا، فاصل قصير نتابع بعده محور صدى الرياضة لهذا اليوم، خليكم ويانا. أه
الآن مع محور حلقتنا لهذا اليوم، والذي نسلط الضوء فيه على حلقة مهمة للغاية في المعادلة الكروية، والتي تتجلى بقضاة الملاعب الذين باتوا يعانون في الآونة الأخيرة من أمور عدة جراء تخبطات وسوء تنظيم لإدارة الاتحاد العراقي لكرة القدم في الفترة الماضية، ليكون نتاج ذلك تركة ثقيلة باتت تثقل كاهلهم. وللحديث عن هذا المحور سينضم معنا عبر السكايب من بغداد الحكم الدولي السابق حازم حسين، أمين سر لجنة الحكام في الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة. أهلا وسهلا بك كابتن حازم، وسعداء بانضمامك إلينا في صدى الرياضة. أهلا وسهلا أستاذ بلال، تحياتي إليك وتحياتي لجميع مشاهدي برنامج صدى الرياضة وإلى قناة الرافدين. حياك الله وبياك كابتن. كابتن حازم، قبل الحوار يعني اسمح لنا أن نتابع سوية التقرير التالي الذي يلخص لنا محور الحلقة. طبعا كل ما يضم شؤون وشجون التحكيم والصفارة العراقية. مشاهدينا سنتابع التقرير ونعود بعد ذلك مع ضيفي للحديث عن تفاصيل هذا المحور. نتابع. قضاة الملاعب مصطلح سمعناه كثيرا، وعرفنا أن الساحرة المستديرة لا يمكن لها أن تتدحرج على المستطيل الأخضر إلا بإعاز منهم، يتجلى بصفارة تأذن لها ولمن يركلها بالحركة والاستمرارية حتى تأتي صفارة أخرى توقف الحياة على أديم الملاعب. اليوم بات هؤلاء القضاة هم الحلقة الأضعف في قانون اللعبة، الذي من المفترض أن يكونوا هم من يتلاعبون بمفرداته إزاء معطيات الحال الذي فرض نفسه بقوة ليقسو على أناس لا حول ولا قوة، وعزاؤهم أنهم شغفوا بمهنة جعلتهم مستضعفين لعدم إرضائهم الجميع، وعلمهم أن مسك العصا من الوسط لا يتماشى مع قانون اللعبة الذي وجب عليهم أن يصونونه بكل حرفنة. حكامنا وجدوا أنفسهم يعانون الأمرين، فما بين مطرقة إدارة الأندية وسندان جمهور الكرة، بات الجميع يمني نفسه بمهنة يجد فيها ضالته وراحته أسوة ببقية أقرانهم من الرياضيين. لكن ما جنوه حكامنا اليوم هو تركة ثقيلة تجسدت بتخبط من كان يقود كرتنا إلى المجهول، من خلال عدم توفير الحماية الكافية لهم عندما يعتدي عليهم اللاعبون أو الإداريون أو الجمهور، في الوقت الذي يتعرض فيه الحكام إلى خطأ وإن كان بسيطا خلال إدارة المباريات، توجه صوبهم أصابع الاتهام وتكون العقوبة حاضرة. ألف حكم ما بين الدرجة الممتازة والأولى لدورينا الذي لم يرى النور بعد حتى كتابة هذا التقرير، عدد مبالغ به في بلد تنظم فيه مسابقة لدور الدرجة الممتازة وأخرى للدرجة الأولى، ولجنة للحكام يقف بالضد منها عدد غير قليل، وهو ذات العدد الذي دائما ما يحاول وضع العصا بدولاب أي لجنة لغاية في نفس يعقوب قضاها، ليكون الاعتراض دائما لأجل الاعتراض فقط وليس لتصحيح المسار. وبهذا نرى أن قضاة الملاعب بحاجة إلى قضاة لإنصافهم ومنحهم حقهم واستحقاقهم. نجدد الترحيب بضيفي عبر السكايب من بغداد الحكم الدولي السابق حازم حسين، أمين سر لجنة الحكام في الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة. بدءا كابتن، ومن خلال يعني ما أفصح عنه تقرير زميلنا ومراسلنا من بغداد، يوضح أن الحكام هم الحلقة الأضعف بعد أن باتت الحماية غير كافية لهم بعد أن كثرت حالات الاعتداء عليهم. كيف لك أن توضح لنا هذه الجزئية؟ دائما الحكام هم الحلقة الأضعف في اتحاد كرة القدم، يعني احنا نقول مع الأسف، لأنه بصراحة
دائم الصوت صوت الحكام ضعيف في الهيئة العامة لاتحاد كرة القدم، لذلك اتحاد كرة القدم ما يعير لهم أهمية سوى فقط في أيام المباريات. في أيام المباريات يحتاج الحكم يكون الحكم عزيز، لكن لما بحالة استلام أجور التحكيم دائما نشاهد الاتحادات السابقة تماطل في تسليم أجور الحكام يمكن إلى سنوات. النقطة الثانية تقليل ممثلي الهيئة العامة، ممثلي الحكام في الهيئة العامة، يعني تقليل كبير جدا. الآن فقط ممثل حكام واحد، احنا بهاي الموسم حاولنا نزيد الممثلين الحكام وعسى ولعل، يعني احنا اقترحنا من يكون ممثلين خمس حكام، خمس اعضاء هيئة عامة، عفوا كابتن، خمس حكام هيئة عامة حيصيرون يعني بالنظام الجديد. هذا اللي طلبناه احنا بهذا هذا بالنظام الاساسي. نعم. وبالنسبه للاتحاد الدولي يعني تبقى هو الاتحاد الدولي كابتن بلال، ما عنده مشكله، لكن فقط ان تعتمد البلد او الاتحاد المحلي يعتمدهم، ما عنده مشكله الاتحاد الدولي. اذا المشكله داخليه هي بالاساس، هو كابتن بلال النظام الداخلي نفسه، نظامك الاساسي تصيغه حسب ظرفك انت الداخلي بما لا يتعارض مع بعض المحددات اللي يضعها الاتحاد الدولي، والا لك مطلق الحريه. كابتن فنيا يعني تعرف دائما ما نرى ان الحكم غير مرحب به من الطرفين طبعا المتنافسين، غالبا ما يكون هنالك طرفا فائزا واخر خاسرا، وبالتالي كما تعلم يكون مردود النتيجة سلبي على الحكم من قبل الفريق الخاسر. كيف لكم أن تتعاملوا مع الحالة يعني مثل هكذا حالات؟ احنا اللي يهمنا بالأساس الحكمنا أن يؤدي المباراة بأحسن ما يكون، وهو هذا ديدا كل حكم مثل اللاعب يعني يفرح لما يقدم مستوى، مثل المدرب يفرح لما يفوز، أيضا حكمنا أعتقد يكون فرح جدا بما يقدمه من مستوى، وكذلك لجنة الحكام حتى في سبيل التخلص من الضغوطات اللي تأتي على لجنة الحكام. لذلك احنا في هذا الموسم شكلنا يعني مجموعة عوامل ومجموعة نقاط اشتغلنا بها مع الحكام، وما خلينا الحكام يعني يقعدون بالبيت وبدون اي عمل. ممتاز. زين طيب كابتن، عندما يعني يخطئ الحكم، وقد يعني تعرف أنت حدث ذلك في مناسبات يعني عديدة في دورينا، وهذا حال طبعا يخفق الحكم وبالتالي يتسبب يعني هذا من المتوقع، لكن النتيجة يتسبب بخسارة أحد الفريقين المتنافسين. هنا سؤالي، ما هو دوركم كلجنة حكام؟ هل بالإمكان أن يعني تذكر لنا حالة معروفة يعني تم من خلالها معاقبة الحكم، وكيف بنفس الوقت يتعامل الحكم مع العقوبة؟ خبراء العالم يعني خبراء التحكيم بالعالم يقولون بأنه الحكم الجيد هو الحكم الأقل عدد من الأخطاء، إذا الخطأ متوقع وموجود. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الاتحاد الدولي حدد بأنه خطأ الحكم إذا حصل نتيجة هذا الخطأ أعمال شغب، خسارة فريق، يعني أي أمور أخرى في الملعب، الحكم لا يتحمل أي تبعات من هذا نتيجة هذا العمل أو نتيجة هذا الخطأ اللي ارتكبه. النقطة الثالثة، أحلى بالنسبة كلجنة حكام، احنا مو همنا الاساس بانه نعاقب الحكم. التحكيم ما بيه عقوبه استاذ بلال، هناك الحكم لما يخطأ في قرار ما، لجنه الحكام تقوم بتقويم هذا الحكم بارشاده، يعني احتمال اذا قرار مؤثر راح تعمل لجنه الحكام على ايقاف الحكم لدور او دورين. يعني حتى العقوبه هاي البسيطه اللي تفضلت بها يعني هي حتى من اجل التصحيح، يعني من اجل يعني يعود الى المسار الصحيح وبالتالي يعرف خطاه حتى لا يكرره. نعم، هي ايقاف وليس عقوبه، حتى نفرق بين العقوبه وبين الايقاف. العقوبه للسلوكيه يعني للتلاعب بالمباراه وللرشاوي، الايقاف نتيجه الاخطاء اللي يرتكبها الحكم. فهذا الايقاف هو تقويم وتصحيح لأخطاء الحكم في سبيل أن يعود أقوى بالمباريات القادمة. إحنا مرات يعني نتحدث
يعني مع تحت الهواء، يعني كل ما على تلك الحقبة وشوف شلون كنت أنت يعني حكم حازم، وكنت أنا أغطي يعني المباريات بملعب الشعب تلفزيون العراق سابقا، وحضرتك بصراحة شهادتي بيك مجروحة لأن كنت يعني حكم متواجد دائما بقوة وطبعا بتركيز عالي وبحزم بكل المباريات، وهذا كان طبعا يسعدنا. إذا عدنا إلى الوراء كابتن، هل لك أن تذكر لنا فد موقف صعب تعرضت له في إدارتك لإحدى المباريات؟ طبعا هذا أنا أحب أشتاق أعود للوراء قليلا حتى لو في شيء مختصر. طبعا دوري السابق استاذ بلال، انت شاهد بانه دوري كان له مستوى فني عالي جدا بالنسبه للاعب، بالنسبه للمدرب، بالنسبه للحكم. هي بعض احدى المباريات كانت المباراه بين الطلبه والشرطه، كان مدرب الشرطه المرحوم احمد راضي الله يرحمه. الله يرحمه. نعم 2001 اعتقد 2001 اعتقد 2001 او 2000 نعم. جاء هدف على فريق نادي الشرطه من وسط الساحه، كان هناك دفع خفيف يعني مجرد التحام عادي لقيس عيسى، فاخذوا الكره من عنده وحوالي 6-7 نقلات، فجاء هدف على اليمين على نادي الشرطه. اثناء ما اريد ابدي المباراه بعد الهدف واذا بي اشاهد الكابتن المرحوم احمد راضي امامي في وسط الملعب في الدائره المركزيه للملعب. الله يرحمه ابو هيا شكو. الله يرحمه ابو هيا شكو. قال لي استاذ حازم مو هذا فاول. قلت له حتى لو فاول زين انت جابك هنا ايش وصلك لهنا؟ فاجاني الاخ رياض عبد العباس كابتن فريق كان، قال لي استاذ حازم الله يخليك لا تندره. قلت رياض هي اذا راح اطبق القانون فلازم يطرد، بس هذا احمد راضي الامانه احكي اياها لان يعني الله يرحمه كان يعني اخلاق عاليه جدا، يعني حتى يخجلك انت كحكم سواء كان لاعب او مدرب او اداري. لذلك قلت له بالعكس ولا راح اسوي اي شيء، بس باكر راح اشوف الهجمه راح تصير علي بالاعلام. فجيت ويا احمد راضي وخرجته الى خارج الملعب وما اتخذت اي اجراء بحقه. فلذلك ثاني يوم هجمه قويه جدا علي، فحتى بالاتحاد تمت دعاية للاتحاد والاخ حسين سعيد قال لي حازم ليش ما نذرت احمد راضي؟ قلت له استاذ ابو عمر المفروض اطرده. قال لي ليش ما طردته؟ قلت له المباراه مشتعله يعني فانا تحملتها. فهو احكي لك الامانه السبب شنو؟ بهذا الموسم كان هناك تنافس شديد على اختيار لاعب القرن بين احمد راضي وبين حسين سعيد، فانا اتهمته بهذا الحال فلذلك مشيته. يعني هذا حدث هو الله يرحمه احمد راضي كان دائما يذكر الله يرحمه. معالجه طبعا ذكيه جدا، يعني قصته بكل هذه تلك اللحظات. انا كنت متواجد في الملعب وكنت اشهد الحاله، وكان يعني ضغط المباراه جمهور، ولكن احمد راضي الله يرحمه تعرف انت يعني من نتكلم على اخلاقه وذوقه ولطفه يراد لنا ايام واشهر. هو تلك اللحظة أعتقد هو اعتقد بعده لاعب، لأن هو كان قبل فترة هو لاعب، فهاي أول مهمة فترة قصيرة هو بطل لعب. الله يرحمه. طيب ننتقل إلى سؤال آخر كابتن حازم. توضح جليا أن هنالك 1000 حكم في العراق، هذا العدد وهذه الحالة، يعني هل يشكل ذلك عبء عليكم؟ بنفس الوقت كيف ستتعاملون معهم وفق يعني منهاج يتم على ضوء تخطيط وتنظيم عملية قيادة المباريات، لا سيما أننا لا نملك طبعا كما تعلم سوى دوري الدرجة الممتازة والأولى؟ بصراحة أعطيك بالتفصيل، يعني 123 حكم درجة ثالثة، 472 درجة ثانية، 329 درجة أولى، و18 حكم دولي، يعني تقريبا 1000. احنا مشكلتنا وين؟ مشكلتنا بالحكام الدرجة الأولى. احنا عندنا كابتن بلال عندنا 10 مباريات بالدوري تحتاج لها 10 في 4 40 حكم. زين انت عندك اللي يحكمون 329 و18 يعني يصير حوالي 350 حكم ويا الحكام الدوليين والدرجه الاولى هم اللي يحكمون بالدوري الممتاز. فلذلك تركه ثقيله من لجان الحكام السابقه
بأنه ترحيل الحكام إلى الدرجة الأولى كيفما اتفق، للأمانة احتكار. احنا المفروض احنا ايش عملنا هالموسم؟ راح تجري اختبارات للحكام نظرية وعملية، فراح نختار مجموعة من حكام النخبة، نطبق نفس التطبيق نفس ما يطبق الاتحاد الآسيوي، حكام نخبة وحكام نخبة درجة ثانية وهكذا أليف وباء. فراح نختار نفت 50 أو 60 حكم درجة أولى بالإضافة إلى حكام الدوليين 18، فهؤلاء الحكام هم الذين سوف يحكمون في الدوري الممتاز إن شاء الله. الأمور طيبة طبعا. أستاذ حازم حسين، لك مني خالص الشكر والتقدير على انضمامك معنا في صدر الرياضة، وعلى كل ما طرحته من صراحة وطبعا معلومات مهمة حول محور الحلقة. كابتن حازم، كلمة أخيرة. أولا أشكرك أستاذ بلال على هذا اللقاء الجميل اللي حدث بعد سنوات والتقينا مع حضرتك، وكذلك أتمنى لبرنامج صدى الرياضة التقدم والازدهار إن شاء الله، وتقديم كل ما هو جديد لكرة القدم والرياضة والتحكيم، لأنه بصراحة أنت تهتم الوحيد يمكن أقول أو من ضمن القلة القليلة اللي دائما تقف مع الحكم ودائما تعطي الحكم حقه بالإعلام. فشكرا جزيلا لك أخي بلال على هذا اللقاء الطيب. الله يوفقك إن شاء الله في قادم الأيام، ونشوفك كما كنت حكما في داخل المستطيل الأخضر متألقا ومبدعا. إن شاء الله نراك إداريا ناجحا، وطبعا تساهم وتساعد طبعا هذه اللجنة وتساعد زملائك الحكام إلى الانتقال إلى ما هو جديد ومفيد ومهم، وطبعا إلى شيء ينفع الكرة العراقية بشكل عام. شكرا مرة أخرى كابتن، وإن شاء الله نشوفك في حلقات مقبلة. مشاهدينا، كان معنا عبر السكايب من بغداد الحكم الدولي السابق حازم حسين، أمين سر لجنة الحكام في الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة، شكرا جزيلا له. جمهورنا الرياضي، هذه مجموعة من الأخبار الرياضية المنوعة والسريعة سنتعرف عليها في الوقفة التالية من خلال فقرة دقيقة ونص، خليكم ويانا. قدمت دولة قطر ملفها الرسمي لاستضافة الألعاب الآسيوية 2030، وجاء في الحساب الرسمي للجنة الأولمبية أن اللجنة تسلم ملف ترشحها وتعد بدورة تشكل بوابة نحو إرث دائم لقارة آسيا. يذكر أن قطر لم تتوقف عن استضافة أهم الأحداث العالمية عقب نجاحها في الحصول على شرف استضافة مونديال 2022. تمكنت بفضل البنية التحتية المميزة من تقديم صورة مبهرة عن قدراتها غير المحدودة فيما يتعلق بالتنظيم. في إطار المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عاش حامل لقب ليفربول كابوسا من الصعب نسيانه عقب انهياره أمام مستضيفي أستون فيلا وخسارته بسبعة أهداف مقابل هدفين. فيما اكتسح توتنهام هوتسبير مضيفه مانشستر يونايتد بالفوز عليه بستة أهداف لهدف، ملحقا به إحدى أسوأ الهزائم في الدوري، وبات المدرب النرويجي سولشاير في وضع لا يحسد عليه بعد هذه الهزيمة الكبيرة. وبالجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم، حقق ريال مدريد انتصارا على مضيف ليفانتي بهدفين دون رد، سجل البرازيلي جونيور الأول والفرنسي كريم بنزيما الثاني. وانتهت القمة المثيرة بين برشلونة وإشبيليا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما. افتتح الهولندي لوك دي يونغ التسجيل للفريق الأندلسي، ثم أدرك البرازيلي كوتينيو التعادل لأصحاب الأرض. وفي الدوري الإسباني أيضا، واصل أتلتيكو مدريد نزيف النقاط بتعادل سلبي مخيب أمام ضيفه فياريال، حيث سقط في فخ التعادل قبلها أمام مضيف هويسكا الوافد حديثا. وبهذا وصلنا وإياكم إلى ختام فقرات البرنامج لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في أحداث وأخبار رياضية جديدة. حتى ذلك الحين تقبلوا تحية أسرة البرنامج، أنا دائما وأبدا أتمنى لكم التألق، النجاح، الإبداع. هذه تحياتي بلال بداع، مع السلامة.